السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة يا جماعة بنزرع سودان اول، ده دليل على المصداقية لضرب الحاج شعبان حمزة وشركائه الأستاذ محمود أحمد زيادة والمعلم محمود عبد حمزة والمعلم تامر عبد الصمد. وهذا السودان اول مكنة زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله عليها، المكنة دي ما بتفوتش حاجة خالص يا جماعة. بنزرع النهاردة عند الشيخ أحمد سعيد، ده دليل على المصداقية الوافية إن إحنا زراعة مظبوطة، جيد مظبوط، شغل مية مية، والمكنة ما شاء الله عليها. الناس بعد ما شافت زراعتنا وصفت فينا جدا ومبسوطة من زراعتنا، وده دليل على المصداقية. معانا الحاج شعبان حمزة هيقول رقم تليفون، اتفضل الحاج شعبان. 011-50-12-8398. هو ده عرفت رقم تليفون يا جماعة، والمصداقية أهم دليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.